يخرب بيت شيطانك يا شيخ، انت ازاي تعملي حاجه زي كده؟ كنت عايزه اعمل ايه؟ اقف اتفرج عليه وانا شايفاه بيهربها وبعدين يروح يعيش لي معاها في المزرعه، ولا اعمل ايه يعني؟ يا بنت دي مجنونه، عارفه يعني ايه مجنونه؟ هو بقى مقتنع ان هي اعقل واحده في الدنيا كلها، روحي قولي له الكلام ده. يومين ثلاثه وكان هيكتشف انها مش طبيعيه. واموت انا في اليومين دول يا هند عادي بالنسبه لك مش كده؟ لا ازاي؟ تتصلي باهل زياد وتحقنيهم وتجيبيهم على ملا وشهم. اه يا هند، وساعدهم ان هم يخطفوها كمان. انا مش هستنى لما يتعرف ان هي عنده ويتاذي بسببها. وما حطيتيش في دماغك بقى ان الراجل الصعيدي ده هدد عمر في المستشفى؟ ويهددوا اللي هو ماله بعمر اصلا. ماله بعمر ازاي؟ ما هو اخوها، لو ما خدوش بيطارهم منها هياخدوه من اخوها، واترمل انا بقى بسبب طيشك. ما اكيد ما حسبتهاش كده. بعدين خلاص الموضوع خلص زمان ومخلصوا عليها وخلصت منها بقى. ربنا يستر يا حلوه وما تكشفيش. احسن هتبقى كارثه. وانا هتكشف ازاي؟ اللي هيكشفني اصلا؟ تحقيقات يا هانا. السين والجيم. اهل زياد نفسهم. اذا كان رئيس المباحث شافهم وهم عاوزين يدخلوا لها المستشفى. انت هتخوفيني ليه بقى؟ عشان لازم كنتي تفكري ألف مرة لما تعملي حاجة زي كده. ما كفاية يا هند، اللي حصل حصل خلاص، ما كفاية لوم بقى. على طول بتلوميني على أي حاجة بعملها، ما كفاية بقى.